بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مستر علي. تعال نشوف حل هذه المسألة، مسألة التكامل الجميلة السهلة دي. تعرف نحلها إزاي؟ بص على التكامل، ما تخافش والله ما بيخوفش. يعني بص يا حضرتك، مش دي صورة جذرية؟ ما تحولها لصورة أسية كده يا صاحبي. سيب مقامك الجميل زي ما هو، إكس تربيع ناقص 3 إكس على الصورة الأسية. بنحولها إزاي؟ حط إكس زي ما هي، الباور اللي هنا واحد على ده، يبقى واحد على 3 دي إكس. خص المسألة يا مستر، والله العظيم خص، ما فيها أي مشكلة. وزع البسط على المقام، يبقى أنا عندك هنا تكامل، سيبه زي ما هو، إكس تربيع على إكس على واحد على 3 ناقص، خلي الناقص دي زي ما هي كده، 3 إكس على إكس على واحد على 3 دي إكس. حلو، خلاص. يبقى ده أنا التكامل ده بالكامل الزيادة، التكامل أهوت بكل بساطة. ده إيه؟ 2 ناقص 1 على 3، 2 ناقص 1 على 3. أنا مش عارف أحلها يا مصر، 2 ناقص 1 على 3 ليه يا ابني؟ مش عارف، ما هي 2 ناقص 1 على 3. أوكي، ال 2 دي اكتبها بسط على مقام بحيث يكون المقام 3. 6 على كام؟ 6 على 3، يبقى 6 ناقص 1 5. يبقى أنت عندك هنا إكس، بص 5 على كام؟ 5 على 3. حلو، ناقص 3، خلي 3 دي بره كده، واحد ناقص واحد على 3 ادا واحد، 3 خلاها 3 على 3 ناقص 1 على 3، يبقى 2 على 3 اكس بس 2 على 3 دي ايه؟ دي اكس. يلا كامل يا عم، تعرف تكمل؟ اه والله بعرف. تعرف؟ متأكد؟ طب يلا كده يا حبيبي كامل. ازاي؟ ضيف للاس واحد، ضيف للاس واحد، اقس مع الاس الجديد، ضيف للاس واحد، اقس مع الاس الجديد. بكل بساطة ما تنساش، ضيف للاس واحد، اقس مع الاس الايه؟ الجديد. اما الضيف ده واحد يعني معناه 3 على 3، صح كده؟ يعني معناه 8 على 3، هتقسم على الاس على الجديد، يبقى 3 على 8. اقلب يا بابا، اوكي؟ اقلب، لما تلاقي هنا كاس اقلب حضرتك. اكس هنا اس كام؟ 8 على 3 ناقص، اوكي، 3 في ضيف ده واحد يبقى 5 على 3، هتحطه تحت يبقى 3 على 5 اكس اس 5 على 3 زائد مين؟ الثابت يا عمو، ما تنساهوش، اوكي؟ ممكن يعني اعملها تبسيط، اعملها ليه لا؟ 3 على 8 اكس 8 على 3 ناقص 3 ب 3 ب 9 يبقى 9 على 5 اكس 5 على 3 زائد مين؟ زائد الثابت. وده حد المساله اهي. سهله ولا صعبه؟ صعبه؟ لا سهله والله. اوكي، اذا عجبك الفيديو تنسى الاشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله.